اليوم بتكلم عن موضوع السياحة في تركيا، المشاكل اللي قاعدة تصير هناك اللي تواجه أخواننا العرب والخليجيين. أنا شفت هاشتاقات الحين انطلقت سالفة النقاطع وتركيا ولا تروحون وقطعوا السياحة في تركيا وكذا، ومطالبين أردوغان إنه يرد. ما له داعي، هم دولتين داعمين تركيا دعم مو طبيعي، اقتصاديا ماديا سياحيا. رقم واحد السعودية، رقم اثنين الكويت. اكثر دولتين او اكثر شعبين يموتون على تركيا، ليش ما ادري. انتوا تحبون المهانه يعني؟ شعب ما يبيكم، شعب ما يحبكم، شعب ما يحترمكم، ما يقدركم. فاليوم لما تضربون السياح عندهم صدقني وثق تماما قسما بالله راح يطلع رئيسهم قصبا عليه، ما هو بطيبه، قدم اعتذار لكم. انا عن نفسي سي في يكون عليه من ولد لليوم ما عمري طبيت تركيا قسما بالله العظيم. روح اذربيجان، ادري شعبهم ما يحبك، انا راح شعب يتحرش فيني ليش؟ انا رايح بستانس اغث نفسي ليش؟ ما عندي عقل صاحي. الكويتيين والسعودي وش طايرين، ما في ديره غير هناك، هل هي ارخص؟ هم غاليه رخيصه يعني؟ شنو الامتيازات اللي عندها تقدم لك تركيا؟ طبيعه جبال، مش نروح اذربيجان يا اخي موجوده، روح جورجيا، روح البوسنه. صدقني وانا على يقين والله الديره من اقصاها من شمالها لجنوبها لو تنفشهم كلهم نفس كذي ما يطلع لك فيها تركي شري. وان واحد نطلع الحين قال لعبد الله لا عيب عليكم اسرت كل هالكلام ومش عارف ايش وصابعك مسو، وانا اقول لك يبا حتى لو اصابعي مسو هذه الديره لو تطلع منها واحد شريف صدقني معاك انت يا الخليجي تحديدا او العربي راح يقلب ويستنقل ويصير اوسخ منها ما في. معاك انت ده. ليش تدعمون سياحتهم انتم؟ ليش تروحون لهم؟ اقعد ببيتك، ما له داعي ان انا اروح له، روح اي ديره ثانيه. تعالي نطلق واحد الحين يقول لك لا والله تعال شوف مش زينهم عندنا في الديره. وين زين عندنا بالكويت؟ اللي موجودين عندنا بالكويت محترمين نفسهم قصبا عليهم لان احنا زينين وياهم، احنا محترمين، احنا نقدم له، احنا منين الضيف ونحط على راسنا، هم ما يحطوكم على راسهم، هم يدوسونكم ويهينونكم ويمسخرونكم هم تروحون له، استحوا على وجهكم، ما بزعل احد، لان انا عندي اتراك اعرف في معرفه بيني وبين كم شخص انا اعرفه في الكويت وبرا الكويت، ديرته يعني في تواصل عندي عن طريق الانستغرام ولك، ما له داعي الاوفر اللي قام يصير، خلاص حطوا حد حق الموضوع، لا تروحون برا تروحون تركيا، ليش نطلع هنا نتكلم ونزعل اللي نعرفهم الزينين، خلاص ما له داعي، ما احنا قلنا زينين لانهم عندنا، هناك مو زينين، واضح السالفه، ديرتهم، لا تروح لهم يا اخي، تقعد بمطعم فاتورتك 100 دينار سوالك 400، ما تدفع قصبا عليك، شيت محل ما شريت منه ملابس تهاوش طقي قالك لا تشتري ملابس قاصر، ركب تاكسي قلت له ودي مشوار مني قالك مليون، ليش؟ يبي قثك باي طريقه، يبي يتاكد انك انت عربي، يبي عنده ثار قديم، يبي ياخذ. وخر عنه، تخب نفسك تسوي نفسك فيلسوف، تروح تبي تشتري لك عقار هناك تلقى واحد تركي بعد شهر موجود ساكن فيه، تكلمه تهاوش وياه، ولا عمي هذه شقتي يقولك لا مو شقتك، تروح المحكمه يكفون ضدك. طبعا هذا رساله حق كل الخليجيين والعرب، انا قاعد اتكلم، انا حددت الكويت والسعوديه ولكن هم النسبه الاكبر اللي قاعد يروحون، ولكن هذا رساله حق كل العرب، قاطعوا علاقتكم معاهم نهائيا وبطلوا السفر هناك، واذا عندكم عقارات بيعوهم، واذا عندكم اي شيء بيعوه حتى البروس اطراف، ضربوا سياحتهم نهائيا تنضرب. تحياتي. Stop! 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 St